قال ليه ما من حجر ولا شجر دزتو عليه في طريقكم إلا خروا سجدا وما كانوا يسجدون إلا لمرور نبي الله. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. سلام الله عليكم أينما كنتم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. في الشهر المبارك سعيد، سعيدة من جديد بلقياكم. حلقة اليوم غادي تكون نورانية إن شاء الله، حيت فيها غادي نتحدثوا أو غادي نتكلموا على ولادة الحبيب وشنو وقع للك كون بأسره عند مجيئه إلى الدنيا. ركزوا مع الحلقة لأنه في الأخير كيف العادة غادي يكون سؤال باش نعرف واش أنكم كنتم مركزين ولا لا. خلينا ما تعطلش عليكم أكثر ونقول لكم مستعدين لنبدأ. يوم الاثنين 12 من ربيع الأول في عام الفيل غادي يوقع في الأرض واحد الحدث اللي هو عظيم، فيه ترجمات الشياطين وتحرصات فيه السماء. غادي نشق إيوان كسرى حتى سمع الصوت ديالو، وطاحت منه 14 شرفة، وتطفات نار فارس اللي كانوا كيعبدوها اللي ما تطفاش قبل 1000 عام، اللي كانت مشعولة ليل ونهار. في ليلة مولده عليه الصلاة والسلام غادت بحيرة ساوة اللي كانت واحد البحيرة اللي هي عظيمة اللي كانت في مملكة عراق العجم ما بين همذان وقم. فأصبحت في الليلة ديال المولد ديالو عليه الصلاة والسلام ناشفة يابسة اللي غادي تبنى في بلاصتها مدينة ساوة. تقول الحسن بن ثابت على الولادة نتاع سيدنا رسول الله: كنت صبيا في المدينة اللي كانت قديمة وسميتها يثرب، كنت كنلعب مع الصبيان وكنت كنعقل في هذا اليوم غادي يعيط يهودي على أطم الأطام، يا معشر يهود يا معشر يهود، غادي يتجمعوا عليهم. وقالوا لهم: لقد ظهر اليوم نجم أحمد، غادي يوقع اليوم أمر عجيب، غادي تكون أعظم ولادة في تاريخ البشرية. هذا اليوم كان ميلاد محمد عليه الصلاة والسلام، وهنا فين أذن الله باش أنها ترحم البشرية به. أسهل ولادة في العالم هي الولادة ديالو. كتقول آمنة لما تولد المصطفى هذاك النهار أضاء نوره إلى السماء، وشفت في هذاك النور قصور الشام، وكانت الأمة ديالو غادي تمتد إلى الشام. كانت واحد اللحظة اللي هي عظيمة على البشرية على الأرض، الكون كله غادي يدوز من واحد السعادة عارمة بولادة أحمد، ولد محفوظا معصوما. يوم الولادة ديالو عليه الصلاة والسلام وقعوا الكثير من المعجزات، وماشي غير في مكة فقط ولكن في بلاد المشرق والمغرب. فجاء ميلاد النبي إذانا بميلاد الإيمان في قلوب البشر. الله الله. وهنا أول ما غادي يسمع بالخبر ديال الولادة ديالو هو عبد المطالب جده اللي مشى تيجري وهو تيسمع صوت المولود اللي غادي يصيفطو مولانا رحمة للعالمين. عطوه ليه وشدو شمو وباسو ومشى تيجري كيطوف به البيت، تيطوف بالطاهر المطهر اللي كتصلي عليه الملائكة في السماء، وصلى عليه مولانا عز وجل عبد المطلب بهذيك الفرحة بهذاك المولود. من بعد ما طاف به غادي يدخلوا البيت ورجع به لعند الأم ديالو آمنة اللي كانت فرحانة، وقال لها: سميته محمدا، سميته محمدا. وما كانش هذا الاسم شائعا من قبل عند العرب، وسر عبد المطلب أنه اختار هذا الاسم تحديدا باش محمد يحمد في الأرض والسماء، محمد هو اللي كيحمده الناس كثيرة. وهنا غادي تبدأ مرحلة واحدة أخرى وهي البحث على شكون اللي غادي يرضع الحبيب. هذيك الفترة كانت نساء من بني سعد بن أبي بكر جاو لمكة كيقلبوا على شكون يرضعوا، وكان في وسط هذاك الجمع واحد المرأة اللي كانت سميتها حليمة السعدية، كانت راكبة الحمار أعزكم الله، وكانت ديك الساعة سنة نتاع القحط والجد اللي عمرها ما دازت عليهم بحالها من قبل، لدرجة أنه حليمة ورجلها الحارث بن عبد العزة اللي كان معاها كان عندهم واحد الرضيع اللي يلاه تولد. فكانت تقول حليمة بلي أنه ما كانش في الصدر ديالها الحليب الكافي لولدها، كانت يبكي بالليل كله وما كينعسوش من شدة البكاء ديالو من الجوع، فكيفاش غادي تقلب على شكون اللي غادي ترضع وهي ولدها كيموت بالجوع؟ سمعوا، كتقول: حتى وصلنا لمكة وما كانت حتى شي وحده منا الا وتعرض على سيدنا رسول الله باش انها ترضعوا، ولكن كاع دوك العيالات اللي معايا رفضوا كلهم حيتاش عرفوا بلي انه يتيم. شنو غادي يديروا برضيع يتيم ما عنده لا اب، والجد ديالو ما تيدير والو، وكذلك الام. كتقول: خلينا كلنا، وبدينا كنقلبوا على من نرضعوا، كل وحده من صحباتي غادي تلقى واحد الرضيع، بقيت غير انا اللي ما لقيت حتى شي حد. وكانت انا ذاك حليمه السعديه ضعيفه في الجسد ديالها، قالت لراجلها: والله اني اكره
اني نرجع لعند صحاباتي من غير شي طفل انني نردعو، والله حتى نرجع لعند هذاك اللي تيمو ناخدو على سيدنا محمد. كتقول قال لي زوجي الحارث افعلي لعل الله يجعل فيه شي بركه. كتقول غادي ناخد محمد وانا ما بغاش، ولكن ما لقيت من غيره. كتقول لما خديته غادي التحق بالقافله باش نرجع في حالي، غير انا حطيته في حجري الا واقبل على ثدي وبدا كيشرب حتى سد العطش ديالو. غادي نجيب ولدي حتى هو ردعو هو يشبع. كتقول حليمه تخيلوا انه ولدي ما نامش منذ ايام على وديت الجوع. كتقول لما صبح علينا الصباح قال لي رجلي ان النسمه التي اخذتيها فيها بركه. قالت حليمه اني لا ارجو الله ذلك. كتقول حتى هذيك الشات اللي كانت معانا ما كانش فيها قطره من الحليب، غادي يعمر الصدر ديالها، حتى الحمار اللي كنا كنركبوا عليه ولا كيمشي مسرعا. حتى بداو كيتسائلوا صحابات حليمه ويقولوا لها غير بشويه عليك يا حليمه، فين هو الحمار اللي جيتي به؟ قالت لهم هو هذا. قالوا لها لا والله لا هذا الحمار شأنا. ولكن حتى شي حد فيهم ما كان عارف بلي ان القصه والقضيه والسر ماشي في الحمار ولا غيرهم، ولكن حيت معاهم خير خلق الله الرضيع محمد صلوات ربي عليه. كتقول مشينا ايام وايام حتى وصلنا لبلادنا، بلاد سعد بن ابي بكر، البلاد اللي غادي ينتشر فيها القحط وصفرات الدنيا وما بقى فيها ما يدار، غير هو غادي يدخل معنا سيدنا محمد، الشياه ديالنا غادي تعمر بالحليب ولات شبعانه، وكنا كنسرحوا بها كل نهار وكترجع عامره، كنحلبوا كنشربوا وكنرضع ولادي وما كان ناقصني حتى شي خير. كتقول اما الجيران ديالي كانت الشياه ديالهم كلها جوع، جيراني كيبقاو كيشوفوا فيا وكيبداو كيقولوا لبعضياتهم سيروا سرحوا الغنم ديالكم مع غنم بنت ابي ذؤيب، زعما على حليمه. كتقول حليمه كيسرحوا غنمهم مع ديولي، ولكن ديولي كيرجعوا شبعانين وديولهم كيبقاو جياع. ما كانوش عارفين بالبركه ديال سيدنا محمد اللي حلات على حليمه واغنام حليمه وارض حليمه وبيت حليمه. كتقول دازت علينا عامين من الخير والبركه عمرنا ما شفنا بحالها. من بعد ما تم فطامه على سنتين كتقول بلي انه اضطريت باش انني نرجع للام ديالو وانا كارها ما سخياش به، غادي نرجع لامينه الام ديالو وصلت لها حتى لحيت عليها. كتقول حليمه رجعته لعندي حيت بغيت البركه ديالو، وبدا تيكبر وكيلعب مع خوه، ولكن فجاه غادي يجيهم زوج ديال الرجال اللي كانوا لابسين واحد الحوايج اللي هما بيضين. خاف خوه في الرضاعه مشى عند امو حليمه كيعيط عليها. كتقول حليمه وحنا غاديين عنده فاذا بزوج ديال الرجلان شادينه من يديه، ولكن هما ماشي برجلان كانوا ملكين. كتقول شدوه وسرحوه على الارض وشقوا الصدر ديالو وخرجوا قلبه وغسلوه بالماء ورجعوه في بلاصتو، واذا بصدره كيتسد. كتقول حليمه كيف وصلنا ليه شفنا اللون ديال وجهه تبدل. كتقول فضممته ورجعته لداري وخبيته واني عليه لخائفه. لما شافت حليمه شنو وقع لمحمد خافت عليه، غير جا راجلها وعاودت ليه شنو وقع، قال لها يقدر يبان عليه شي امر اللي هو يضره رجعيه للاهل ديالو. فعلا حليمه غادي تمشي ترجع محمد لعند ام ديالو امينه، ودخلت عليها سولتها امينه شنو جابك، قالت لها راه اديت الواجب اللي عليا مع ولدي وراني خفت عليه دابا وجبته لك كيف كنتي باغا. قالت لها امينه كنتي حريصه عليه يا حليمه، كاين شي امر واحد اخر قولي لي شنو هو. فاش لحات عليها امينه قالت لها على حادثه شق الصدر اللي كان شافت وقعت ليه. قالت ام النبي لحليمه واش خفتي عليه من الشيطان؟ قالت لها ايه. غادي تجاوبها امينه بكل ثقه الشيطان ما عندوش عليه سبيل، غادي يكون لولدي هذا شان عظيم. ومن بعد قالت لها واش بغيتي نقول لك الخبر ديالو؟ قالت لها ايه قولي ليا. قالت لها فاش كنت حامله به شفت بلي انه خرج نور اللي غادي يضوي قصور بصره والشام، وبلي انني ما عمرني ما سمعت بشي حامل اسهل من حملي به، غادي يكون لهذا الغلام شان عظيم، غادي يعيش الحبيب في الحضن ديال الام ديالو امينه حتى دار 6 سنين. بغات الام ديالو امينه انها تفرحه وداتو عند الاخوال ديالو ابن عدي بن النجار بالمدينه، غتسافر به من مكه للمدينه انذاك، غادي يشوفوا خواله ويفرحوا به ويتعجبوا لهذاك النور اللي كان خارج منه. المهم من بعد ما داروا صله الرحم وفرحوا خواله به جا الوقت الرجوع للمكه، غادي يخرجوا من المدينه. في الطريق في واحد المنطقه اللي سميتها الابواء غادي تعيا الام ديالو مرضات، وفي هذيك اللحظه ربي غادي يقبض روحها، وسيدنا محمد كانت عنده غير 6 سنين. باه مات قبل ما يشوفه، ودابا الام ديالو ماتت قدام عينيه وهو باقي طفل، كانت مصيبه كبيره على قلبه والالم كان كبير عليه. غادي تدفن الام ديالو في الابواء، واخذ به لمكه يتيما حزينا وحيدا، وهنا غادي تكفل به الجد ديالو عبد المطلب واللي هو سيد مكه. كان لعبد المطلب واحد العاده كل نهار لما تبدا الظل كيطيح جهه الكعبه كانوا اعمام النبي عليه الصلاه والسلام كيفرشوا ليه في هذاك الظل، ولكن حتى شي حد ما كان كيتجرأ يجلس فيه حتى كيجي عبد المطلب، اذا هو جلس تيجلس حداه احتراما له، الا رسول الله كان تيجي قبل من عمامه وتيجلس على السجاده قبل جده عبد المطلب. كانوا عمامه تيحاولوا باش انهم يمنعوه
ولكن عبد المطلب ما كانش كيخليهم، تيقول لهم خليوه فان لهذا الغلام شان عظيم. كان تيقرب سيدنا محمد ليه وهو عنده 6 سنين وكيمسح ليه على راسه وظهره، هكذا كان تيحب عبد المطلب. لكن للاسف ما غادي يبقى مع جده مره اخرى الا سنتين، دات 8 سنين غادي يموت عبد المطلب. مصيبه اخرى وفاجعه اخرى اصابت سيدنا رسول الله، لا اب شافه ولا كبر مع الام ديالو اللي غادي تموت قدام عينيه وهو عنده 6 سنين، ودابا الجد ديالو الذي احبه اكثر من الابناء ديالو هنا غادي تكفل به عمو ابو طالب. عبد المطلب كان مكفل بزمزم، لما مات غادي تولى او اللي يشرف على زمزم الابن ديالو ابن العباس واللي هو عم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، وبقاو العباس ليومنا هذا هما اللي كيشرفوا على زمزم وكل ما كيخصها. ابو طالب كان تيحب سيدنا رسول الله وهو اللي غادي يتكلف بالرعايه ديالو، لدرجه انه كان تيعلمو كيدربو من الصغر ديالو على التجاره. لما بلغ السن ديالو 12 سنه قرر ابو طالب عم النبي باش انه يمشي للتجاره، لكن ما قدرش سيدنا رسول الله انه يفاق وباقي مازال صغير. ابو طالب بقى فيه وداه معاه، وهذه كانت الرحله الاولى في كانت ياخذ معاه سيدنا محمد، وكان انا ذاك عمره 12 سنه. غادي تمشي القافله للشام، وصلت لواحد المنطقه اللي سميتها البصره في الشام، كانت تما دير لواحد الراهب اللي سميتو بحيره اللي كان غارق في عباده مولانا. ولكن لما بانت ليه هذه القافله غادي يخرج ويمشي لها ويشوفها، وهنا غادي يوصل لسيدنا محمد اللي كان غلام، غادي يشوف ما بين الكتفين ديالو وغادي يلقى واحد العلامه، وهنا غادي يتاكد. غادي يسول هذا الراهب شكون الوصي على هذا الغلام اللي معاكم. الناس اللي في القافله غادي يدلوا على ابو طالب. الراهب سولو شكون انت، قال ليه با، قال ليه لا، ما كان لهذا الغلام لان يكون ابيه حيا، قال ليه ولد خويا، قال ليه دابا صدقت، قال ليه دابا شنو كتقول، قال ليه ما من حجر ولا شجر دزتو عليه في طريقكم الا خروا سجدا، وما كانوا يسجدون الا لمرور نبي الله. من بعد قال شفت العلامات ديالو، هذا غادي يكون سيدا للعالمين، هذا غادي يكون رحمه للعالمين، غادي يضيفهم هذا الراهب ويكرمهم. وعمره ما دار هذا الشيء لشي قافله اللي كانت دازت من قبل. من بعد ما كرمهم غادي يسول هذا الراهب ابو طالب فين غادي به، قال ليه لهذيك المنطقه باش نبيعو ونشريو في التجاره. قال لي الراهب لا ما ديرش هادشي، ما نضمنوش ليك تما، اذا شي حد عرف الامر ديالو غادي يمشيو يكيدوا ليه شي شر. قال لي شنو ندير، قال لي تنصحكم باش انكم ترجعوه لمكه وما تمشوش به لدوك الاماكن. فعلا ابو طالب غادي ياخذ بالنصيحه ديال هذا الراهب، ورجع سيدنا محمد برفقه شي رجال اللي امنوهم عليه حتى وصلهم لمكه. وهكذا بدات العلامات ديال الحبيب كتكشف للناس. لما بلغ سيدنا رسول الله 20 سنه غادي يوقع واحد الحرب اللي كانت ما بين كنانه ومعها قريش وما بين قيس، والسبب ديالها باللي انها قريش وكنانه لواحد الرجل منهم غادي يقتل البعض منهم من واحد القبيله اللي سميتها قيس عيران. ايضا غادي توقع ما بيناتهم واحد المعركه في عكاظ، شي قتل شي، وكان سيدنا رسول الله شارك في هذه الحرب اللي فيها كان تيوجد نبل عمامه. غادي يكثروا القتله من الطرفين، والكارثه انها غادي توقع هذه الحرب في الاشهر الحرم، داكشي باش تسمات بمعركه الفجار، حيتاش فجروا فيها الناس وقتلوا في اشهر اللي كانوا تيحرموا فيها القتال. قرب يسالي النهار وباقيين مازال في القتال، مازال في ديك المعركه. من بعد غادي يحصل واحد الامر في مكه، غادي يجي واحد الرجل بنو زبير بضاعه للحرم باش انه يبيعها، غادي يشريها من واحد الرجل اللي سميتو العاص بن وائل السامي. لما شرى البضاعه ما عطاهاش الثمن ومشى عند الناس كيقلب على شكون يعاونو او ينصرو باش ياخذوا الثمن تاع هاد البضاعه، ولكن ما عاونو حتى شي حد. غادي يمشي هاد الرجل المظلوم لجبل ابي قبيس وبدا كيغوت وكيقول شعر به كيستنصر الناس، وهنا غادي يسمعوا الزبير بن عبد المطلب. قال ليه مالك ياك لاباس، وهو يعاود ليه شنو كاين. غوت الزبير، ايها الناس اش واقع عليكم، الرجل تيجي للحرم وكتاخذوا الاموال ديالو ويتظلم وما ينصرو حتى شي حد منكم. اشرف القبائل من قريش غادي تدعوا للحلف اللي تسمى حلف الفضول اللي دار في بيت عبد الله بن جدعان اللي هو واحد الرجل شريف وسيد من السادات، وكان ما بين الحاضرين سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. غادي يحضر لانه الصادق الامين، وحيتاش الناس كيحبوه وكيحبوا الكلام ديالو المنطق ديالو، فغادي يتعاقدوا على انه ما غايجيش للحرم مظلوم سواء كان من اهل مكه او كان من غير اهلها، الا وغادي تجي من جهته مكه، اذا بطبيعه الحال كان على حق، وهذا كان حلف من اعظم الاحلاف في ذيك الوقت، هادشي اللي قال عليه رسول الله، حيت صلى الله عليه وسلم كان مبعوث بمكارم الاخلاق. هكذا انتشر هذا الخبر ما بين مكه واهلها بلي انه غادي يكونوا مع المظلومين واخا ما يكونوش منهم، وهكذا طلع المقام ديال قريش ما بين القبائل. غادي يعيش الحبيب يتيما في بدايه ديالو، اوه الله
ما كانش عنده المال وكان غير تيرعى الغنم، وكاع الانبياء كانوا كيرعاو الغنم. لما كبر شويه بدا كيخدم في التجاره وبدا كيشد شويه ديال الفلوس اللي بدا كيخدم بها حتى غناه مولانا: الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى. وهذه هي كانت حلقتنا اليوم، وكيف العادة باش نعرفكم باللي أنكم استفدتوا غادي نطرح عليكم واحد سؤال من هذه الحلقة، سواء كان الجواب خطأ أو لا صحيح شاركوني به. فوقاش ولد الحبيب وعلى أي سن توفت الأم ديالو؟ بصحة فطوركم، دمتم في رعاية الله وحفظه، غدا في نفس الوقت نتلاقاو. سلام سلام.